مكون الإملاء والتعبير الكتابي ومذوب الإملاء، اقترح حسب المطلوب. إذا عندنا كلمات تنتهي بالتاء المربوطة وكلمات تنتهي بالتاء المفتوحة. إذا مثلا كلمات تنتهي مثلا بالتاء المربوطة، مثلا مكتبة، إذا تنتهي بالتاء المربوطة. إذا ناخد كلمة أخرى، مثلا ناخد مثلا معلمة أو أستاذة أو طبيبة، إذا ناخد طبيبة. عندك كلمات كاملة المؤنثة تنتهي بالتاء المربوطة. إذا مثلا ناخد كلمة أخرى اللي هي فتاة، فتاة، إذا تنتهي بالتاء المربوطة. مشو كلمات تنتهي بالتاء المفتوحة، مثلا بيت، إذا قبله سكون ميت، ينتهي إذا عنكتبو بالتاء مبسوطة، إذا هنا المفتوحة. إذا مثلا عنكتبو جمع مؤنث سالم، إذا مثلا طبيبات تكتب بماذا؟ بالتاء، إذا هنا يعني التاء المفتوحة. مثلا فتحت، إذا أفعال تكتب مثلا بالتاء المبسوطة جميع الأفعال، إذا أو فتحت إلى آخره. إذا سلينا سؤال أو انتقلوا السؤال الثاني. إذا أكمل فقرة التالية بوضع علامات ترقيم مناسبة في المكان المناسب لها. قد يسأل سائل: ما الذي يميز المغرب عن سائر البلدان؟ والأجوبة تتعدد، فالمغرب بلد متنوع المناخات ومتعدد الثقافات، بالإضافة لكرم وجود وطيبة أهله، فما أروع أن يكون الإنسان مغربيا. إذا قد يسأل سائل، إذا هنا قد يسأل سائل، إذا هنا يسأل سائل، قد نعملو جوج نقاط، قد نعملو غير فاصلة، إذا هنا نعملو جوج نقاط. قد يسأل سائل، إذا قد يسأل سائل، إذا علاش عملنا هنا جوج نقاط؟ إذا علاش عملنا جوج نقاط؟ لأن هنايا بحال قلنا أجاب، سأل، إذا كنعملو هنايا جوج نقاط. ما الذي يميز المغرب عن سائر البلدان؟ إذا هنا شنو غنقول؟ ما الذي فهو سؤال، إذا شنو غيكون عندي هنايا بالنسبة للسؤال؟ غيكون عندي علامة استفهام. إذا شنو غنعمل هنا؟ ما الذي يميز هنا؟ علامة استفهام. إذا غنتقلو والأجوبة تتعدد. إذا نكملو والأجوبة تتعدد. إذا هنايا عندنا الفكرة باقا ما سالاتش، ما كتكونش باقا ما سالاتش الفكرة، شنو كنعملو؟ كنعملو ماذا؟ كنعملو فاصلة. إذا نجي هنايا وغنعمل هنايا فاصلة، لأن الفكرة مازال ما سالاتش، إذا كنعملو فاصلة لأن الفكرة باقا ما سالاتش. إذا غنتقلو: فالمغرب بلد متنوع المناخات ومتعدد الثقافات، بالإضافة لكرم وجود وطيبة أهله، فما أروع أن يكون الإنسان مغربيا. كتكون عندنا تعجب، فما أروع، أشنو كنعملو هنايا؟ علامة ماذا؟ علامة تعجب. إذا هنا نعملو علامة تعجب، إذا نعملو علامة. إذا بالنسبة لهنايا فما أروع، ما كتكون عندنا أروع، كيكون عندنا علامة تعجب. إذا سالينا أسئلة ديال الإملاء، انتقلوا سؤال التعبير الكتابي. إذا أرتب الجمل التالية للحصول على فقرة كاملة. إذا بالنسبة الصورة تبين مسجد الكتب أو جامع الكتبية، حنا غنحاول نرتبوا هذه الفقرات باش نحصلوا على نص كامل. إذا بني سنة 1147 في عهد الموحدين، يعتبر جامع الكتبية واحدا من أهم المعالم الإسلامية بالمغرب، وقد سمي الجامع بالكتبية نسبة إلى سوق الكتب المجاورة له في ذلك الوقت، حيث يقع على مقربة من ساحة فناء في مدينة مراكش. إذا بالنسبة أول حاجة كنبدأ بها هي فكرة عامة عن يعني علاش كيهضر النص. إذا هنا عندو يعتبر جامع الكتبية واحدا من أهم المعالم الإسلامية بالمغرب. إذا هذه ماذا؟ هذه واحد. إذا نكتبو واحد. عمشو دابا إذا ممكن نعملو هنايا بنية، يعني بنية أين يقع، يعني غنسميو عاد لماذا سمي. إذا غنكتبو بنية سنة، نعملو فاصلة ونعملو بنية سنة 1147 في عهد الموحدين، حيث يقع على مقربة من ساحة الفناء في مدينة مراكش، وقد سمي الجامع بالكتبية. إذا هذه إذا بنية هي الثانية سنة البناء. إذا غتكون هذه هي الجملة الثانية. ومشو الجملة الثالثة، حيث ماذا؟ حيث يقع. إذا حيث يقع أين؟ على مقربة من ماذا؟ من ساحة الفناء في مدينة مراكش. إذا غنكتبو وقد سمي. إذا ماذا سمي؟ سمي بجامع بالكتبية نسبة إلى كانوا كيتباعو قدامو الكتب. إذا هنا إذا قرينا دابا الفقرات أو الجمل نحصلو على نص كامل.
يعتبر جامع الكتبية واحدا من أهم المعالم الإسلامية بالمغرب، بني سنة 1147 في عهد الموحدين، حيث يقع على مقربة من ساحة الفناء في مدينة مراكش، وقد سمي الجامع بالكتبية نسبة إلى سوق الكتب المجاورة له في ذلك الوقت. إذا بهذا نكون سلينا التمرين الأول، ننتقلوا التمرين الثاني في التعبير الكتابي. إذا بالنسبة للتمرين الثاني، اكتب فقرة أتحدث فيها عن صورة من صور الثقافة المغربية، إما لباس أو أكل أو معلمة تاريخية في أربعة أسطر. إذا إما نهضر على لباس تقليدي أو أكل تقليدي مثل الكسكس أو معلمة تاريخية كاينة في المغرب. إذا نحاول نكتب فقرة فيها أربع أسطر. إذا صومعة حسان من المباني، إذا نحاول نهضر على معلمة تاريخية لصومعة حسان. صومعة حسان من المباني التاريخية المتميزة بالعاصمة المغربية الرباط، والتي شيدت في عصر دولة الموحدين. تم تأسيس جامع حسان بناء على أمر يعقوب منصور سنة 593 هجرية، إذا هنا 1198 ميلادية. أضافت منظمة اليونسكو للتراث العالمي هذا الموقع لقائمة أولية يوليوز 1995 في فئة الثقافة. إذا بهذا نكون سلينا التصحيح ديال هذا النموذج. نتمنى نكون فتكم، شكرا وإلى اللقاء.